ألف زرزة وشرزة معي ألف وما ندير. هكذا حدثنا هردبشت. عاش الماضي يعيش يعيش. تتعالى الأصوات عندنا في كل مناسبة من أجل تكريم فلان وإجلال فلتان وتعميم فليتان، فترى الصحفيون يصرخون وقد بحت أصواتهم بأننا لن ننساك يا أبا محمود ملك المسرح قبل 20 عام، وترى الكتاب يكتبون وقد جفت أقلامهم بأن نتذكر أبا دياب ملك العتابة وزميله أبا دعاس ملك الربابة. ومن المعروف أن معظم المطالبين بالتكريمات والتشريفات لمن مات يطالبون بذات الوقت بتجريم كل من عليه الضوء في هذه الأوقات، وبتحريم كل ما من شأنه أن يجذب الناس ويلهيهم عن تذكر فلان وفليتان وفلتان والتسبيح بشكرهم على ما قدموه لنا من أيقونات وجواهر وألماسات. ويخطر في بالي كيف كانت المؤسسات عندنا تكرم كبار المبدعين عندنا بالسن، طبعا جماعات جماعات، فترى المكرمين يصعدون واحدا واحدا ليتسلموا الجلاء من المدير العام وكأنهم تلاميذ، وينتهي الاحتفال فلا تتذكر من المكرمين سوى شوارب المدير العام التي تكرمت وكرمت من بعد إذن القامات الإبداعية والهامات الفنية. ويخطر في بالك خاطر أخطر من ذاك وتقول: هل يحتاج المبدع إلى التذكير به؟ هل يحتاج الفنانون الكبار إلى الكتابة عنهم بأقلام الصغار؟ هل المبدع ضعيف إلى هذا الحد الذي يحتاج فيه إلى من يذكر به من صغار الكتبة؟ ويخطر في بالك خاطر رهيف وتقول: هل يقوم أقرباء دوستويفسكي بالدبكة على قبره كل عام ليتذكر الناس بأن الجريمة والعقاب عمل عظيم وأن الإخوة كارامازوف ملحمة إنسانية؟ هل يقوم ابن خالة عم تشيخوف بالكتابة عنه بالشهر 3-4 مرات ليعرف القراء ببستان الكرز والنورس وقصصه القصيرة والروايات؟ ثم يخطر في بالك خاطر خطير وتقول: لماذا عندما يريد بعض الجاعرين شتم شاب حي ما يذكرون القراء بالمرحوم وإبداعاته؟ وتكتمل الصورة عندك وتقف عند حدك، لأنك إذا استزدت بالكلام ستصدم، وأنك إذا صدمت ستصدق، وأنك إذا صدقت ستزعل. ولكنك ستردد ببراءة الأطفال ما مفاده أن الكتاب العظيم يدافع عن نفسه وأن الإنجاز العظيم يدافع عن وجوده، وأن المرحوم الله يرحمه تراب 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 أمواته لو كان عظيما لما نسيته الأجيال، وأن العذر ليس في الجمهور بل في المرحوم، وأن العطل ليس من الغسالة بل من المسحوق، وأننا مسحوقون أمام ماض عاش عندما كان حاضرا بقوة العلاقات والإيديولوجيات والعشائر والمحسوبيات، وها هو بعد أن مات يتابع مشوار الوجود بكل جدارة ويكرم كل يوم في قريته وفي أقرب مدينة لقريته وفي العاصمة، بل وهناك من يطالب بتدريس إبداعاته للأجيال المختلفة المتخلفة كي تتطور. وتقول في نفسك التي سيأكلها الكتاب بلا ملح: إنه ليش وضع الأجيال عنا هيك؟ ليش التخلف شغال على أبو موزة؟ لو كان عنا كاتب مثل دوستويفسكي أو تشيخوف أو بلزاك أو بريخت أو كازنزاكي، فهل هكذا كان سيكون وضع الأجيال؟ في عصر التكريمات ستقول بأن إكرام الميت دفنه ولا مانع من الدبكة حول القبر وبعض الحفلات مو مشان شي بس مشان يزهزه بقبره يقبر عظامي شو كان كتيب وأسفي مو مشان شي بس مشان يزهزه بقبره يقبر عظامي شو كان كتيب وأسفي على مجتمع يجلس في حضرة المواليد الجدد وهو يتأسف على الأموات. الفاتحة. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.